سعيدين بتواجدنا في جولة التجارة الإلكترونية في جازان اليوم، لكون قطاع التجارة الإلكترونية قطاع نوعي وواعد. سعدنا اليوم بمشاركة المفاهيم والاستراتيجيات الحديثة مع رواد الأعمال بهدف تنمية أعمالهم وتطويرها. ويتميز هذا القطاع بسهولة دخوله من قبل عدة شرائح وفئات عمرية من المجتمع، لكون هذا القطاع بإمكان إدارته والعمل به افتراضياً. الإسهام بتطوير وازدهار القطاع بإذن الله ورفع الوعي بأهميته، بالإضافة لتكوين بيئة خصبة مناسبة لرواد الأعمال. وندعو المهتمين بالقطاع بالاستفادة من مثل هذه الفعاليات والخدمات المصاحبة لها.